اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى، واصل حواري مع ضيفي العزيز فضيلة المرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين الاستاذ محمد مهدي عاكف. فضيلتك مش شايف ان الاخوان المسلمين او الحزب الحرية والعدالة او الاغلبية في البرلمان وفي الحياة السياسية الان بدأت تتصادم مع قوى سياسية مختلفة؟ وده باين مثلا من تأسيسية الدستور اللي حضرتك بتتكلم عنها، ففوجئنا بأن في مجموعات كتيرة بتنسحب، أن في قوة من الشعب مش عاجبها ده، أن في النهاية بنتكلم عن جمعية تأسيسية موازية زي ما كان في حكومة موازية، وكأن الزمن قاعد في حين، وإذا سمحت لي وهسكت بعديها عشان أسمع حضرتك، أن البعض كان يراهن على أن جماعة الإخوان المسلمين ستقدم تجربة مختلفة تماما، ستتيح الفرص لكل القوى السياسية، هتقول لهم اتفضلوا انزلوا الملعب معانا علشان نبني مصر في المرحلة القادمة. ماشي. هل حزب الحرية والعدالة اعتدى على حق من حقوق هؤلاء؟ على فكرة هؤلاء هذه المجموعة لم تتغير أجندتها لا من قبل الثورة ولا بعد الثورة. مهمتهم أنهم يخبطوا في الإخوان ويخبطوا في الإسلاميين، مع أن كانوا احتلوهم. هذه المجموعة بقول لك لم تتغير، ونحن مددنا أيدينا. وبعدين أصل الإنسان عشان يكون أمين عاوز أشوف المجموعة دي مين وقد إيه. ما أصل واحد ممكن يكون صوته عالي ولسانه طويل يعمل دربكة ومعاه صحافة ومعاه تلفزيون، ممكن يعمل ضجة كبيرة، هو لا شيء، هو حجمه لا شيء، ووجوده في الشارع لا شيء، ووجوده يعني. ولذلك ليه أنا مطمئن للشعب؟ لأنه شعب واعي جدا، وأنت شايف هذه المجموعة المعترضة على كل شيء الذي تتهم الناس بغير حق، خدت بال حضرتك، وتقول عليهم كلام لا يوجد فيه. الإخوان من أول يوم، حزب الحرية والعدالة من أول يوم قال نحن يا إخواننا يعني لا نملك أكثر مما تملكون، ونحن يد واحدة لنهضة بهذه الأمة، كل منا يقدم ما عنده ونتعاون سويا أبدا، يبقى كذا يا كذا يبقى كذا. فأنا من وجهة نظري أنا لا أهتم بهذا، أنا ربنا يبارك فيهم بالهم طويل شوية عني، ها؟ نعم. أنا لا أهتم لكل هؤلاء، أنا بدعوهم إلى الخير. قبل ما قبلش هو نفسه بينتهي، لأنه ملوش في الشارع، ملوش في العمل الجاد، أنه إلا ولوه كمان حط إيده في إيد العاملين. خدت بال حضرتك؟ ودي انت شفت مجلس الشعب يوم ما قالوا اللجان والاخوان استولوا على اللجان، ها؟ وبعدين بدأوا يعرفوا ايه هي اللجان، ما هم عرفوش ايه اللجان، والاخوان وكل حزب خد نصيبه، وكمان حزب الاخوان والسلفيين والوفد هم يعني المتميزين شويه، ها؟ الباقيين ما فيش، واحد اثنين برضه خدوا، ما يعرفوش ان اللجان دي فيها 90 منصب، رئيس ووكيلين ولجنة، ومن حقك ان انت تشترك في لجنتين لو كنت تبغي العمل الجاد. انا ايه رئيس لجنة؟ انا مهم اللجنة واللي يعرض في اللجنة ورأيي في اللجنة، هو رئيس اللجنة له اكتر من العضو العادي في اللجنة؟ يعني غرض اقول انا لا، رجعتها إلى انهم لسه جداد في مجلس الشعب وما يعرفوش كله جديد، ما بقول لك يعني، ولذلك ما حاسبهمش، انما هم نفسيهم بيتاقلموا مع اللائحه وادائهم بيتحسن يوم بعد يوم. امال حضرتك بتفسر بايه ان جماعه الاخوان المسلمين التي خرجت بعد الثوره رابحه تماما، حولها التفاف حتى من قوى شعبيه، قوى شبابيه ما كانش لها علاقه بالاخوان، ثم بعد ذلك وجدنا انفصام وتباعد ما بين قوى شبابية، قوى ثورية عديدة من الشباب في الشارع، واعتبروا أن الإخوان باعوهم لتحقيق مصر. مرحبا، ما أنا أستضد الكلام ده كله، الكلام ده لا وجود له. قالوا شباب الإخوان، لا مش بتكلم عن شباب الإخوان، أنا بتكلم عن شباب الثورة. لا ده قالوا شباب الإخوان، لا أنا لسه جاي لي شباب وبعدين الإخوان. لما وجد أن شباب الإخوان لا شيء، خمسة ستة ولا حاجة، تبقى حضرتك
قالوا شباب الثورة. مين هم شباب الثورة؟ شباب كتير من شعب مصر. من هو نزلوا الميادين؟ سامس أنا عاوز أشوف الشباب اللي عاوز يكتبوا فيسبوك و إلى آخره. ماذا قدم أكثر من الإخوان؟ وماذا قدم الإخوان الآخرين رفضته؟ يا أخي الكريم أنا لست ممن يخافون هؤلاء. خدت بال حضرتك؟ من أراد، من عنده فكر ومن أراد عنده رغبة في نهضة مصر والعمل أهلا وسهلا به. نعم. ما شفتش حد جه قال ده أنا عندي مشروع كذا وعاوز أدخل في كذا وعاوز أعمل في كذا أبدا. وقعد في الشارع خدت بالك ينتقد ويعمل. أنا هؤلاء الناس بأعذرهم وبقول لهم يا أخوانا مرحبا بكم. نعم. إنما هؤلاء لا يسيرونني زي ما كانوا قاعدين في التحرير وعاوزين هم يختاروا رئيس الوزارة ويختاروا رئيس الجمهورية. على ذلك لا يليق. خدت بال حضرتك هذا 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 لم يضر هذا الصنف من الناس. نعم. هذا مع احترامي وتقديري انهم كل واحد يمكن عنده فكره عنه. مرحبا بفكرتهم في رأيي. انما مصر اليوم اليوم من تحدث خارج عن نهضه الاقتصاد ونهضه الامن ونهضه الاجتماع انا اقول له انت ما بتحبش مصر. لو بيحب مصر يذهب الى عمله ويذهب إلى مؤسسته ويعمل. ليه؟ مصر مش عاوزة كلام. مصر بيحاك لها يا أخي خيري شيء فوق طاقة التصور لإجهاض ثورتها. خدت بال حضرتك؟ ولو تفعل وتعلم ماذا يحدث في الوزارات وما يحدث مع السولار والبنزين شيء الله مدبر بالدليل عندنا. مين يا فندم؟ لا مدبر بالدليل عندنا. مش هنعلمها دلوقتي. مش هتعلمها دلوقتي؟ لا. خدت بالك؟ من داخل مصر ولا من خارج مصر؟ لا من خارج مصر وداخل مصر. في خارج مصر وخارج مصر. ولذلك بقول لك ان المجلس العسكري معذور. يعني بدي له عذر. ويكفيني انه منحاز للشعب. ان الضغوط عليه كثيره. ومش عارف هيجيبها منين ولا منين. بدل ما اعينه وأخذ بيده وأقدم شيء لنهضة مصر أعبث. الوزارة تعبث والأيدي الخفية تعبث. حضرتك عايز تقول إن الوزارة أيضا تستغل؟ عمل. نعم. وهي الأصل التي لم تستغل. نعم. أيوة. قبلها الإخوان وقبلها المجلس العسكري. الجنزوري أحترمه وأقدره. نعم. إنما ما هوش صاحب قرار. ما فيش في إيده قرار ولا المجلس العسكري حضرتك بتشوف ولا المجلس. شوف اقول لك حكايه مساله اكبر من ذلك. شوف ايوه اكبر من ذلك. والا كانت انتهت بسهوله جدا لما مجلس الشعب الذي اختاره الشعب يقول يا جنزوري بيانك مش مضبوط وبعدين يقولوا له انت عندك كذا وكذا وكذا لا يليق وهو مش قادر يعمل حاجه. والمجلس العسكري وجهة نظره لا أدري لماذا يريد أن تظل. خدت بال حضرتك؟ وأنا أربع بالمجلس العسكري إن هو يخالف رغبة الشعب. طب أنا هوصل للمجلس العسكري بس عايز أقف عند نقطة حضرتك بتتكلم فيها مهمة قوي. أنا مش عايز أعرف مين اللي وراء المؤامرة الداخلية والخارجية. نعم. لكن اللي بيسموه إيه؟ طفل خفي. الطرف الثالث. اللهو الخفي. اللهو الخفي. هو اللهو الخفي. طيب اللهو الخفي ده حضرتك قلت لي انتم يعني مفيش تخيل ايه اللي يراد بمصر توصل لفين. انا عايز اوصل لفين. ايه اللي يراد بمصر؟ الذي يراد مصر الا تنهض. يراد مصر لا تيجي حكومه جاده لان الخير في مصر كثير جدا وكل مقومات النهضه في مصر موجوده في البلد وفي ابنائها. بس حضرتك بتمارس معايا نفس اللي بيمارسه من يدير البلاد من بعد الثوره اللي هي دائما في طرف ثالث في لهو خفي في ايادي خارجيه. من الذي يستطيع ان يعلن اللهو الخفي؟ رجل صاحب قرار. هو رئيس البرلمان مش صاحب قرار. لا ده راجل بتاع تشريع وبتاع مراقبه ما عندوش اداه تنفيذيه. مش تنفيذيه الاعلان الكشف. لا الجماعه التي تتحدث في كل الامور. يا اخي الكريم. نعم. في حاجه اسمها لياقه برلمانيه. أقول لمين؟ أقول للوزير، أقول لرئيس الوزارة،
ما اقولوش لا اقوله لرئيس المجلس الاعلى العسكري؟ ما اقوله للمجلس الاسعى، بقوله بقوله من يعني ما يعني ما يصحش ان 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 يبقى في الشارع، انما يقال بالاسلوب الذي يجدي والاسلوب اللي ما يحدث يعني خلاف واضح. اللي هو الخفي ده عايز يودي مصر فين؟ تبقى الى إيه يعني؟ يودي مصر الى الحضيض. فكره التقسيم والحديث عن لا لا سيبك من التقسيم ده دلوقتي. نعم. اولا الوزاره، اولا ما يحدث يا اخي خيري، لما تعرف ان في صناديق خاصه فيها مليارات وعمالين يبعتروها، لما تعرف ان في وزاره بتحط 150 مش عارف وكيل وزاره ومدير عام من غير ميزانيه من غير حاجه الان الان، كل ده ليه؟ مش عشان يلخبطوا اللي جاي. وبعدين في حاجه، لما الشعب وكل العالم كله، ما اللي عنده اغلبيه هو اللي بيحكم، لان انا اساب اسمع من الشعب شيء عجيب، انتوا الاغلبيه انتوا ما بتشكلوش حكومه ليه؟ انتوا ما بتستحملوش مسؤوليتكم ليه؟ ما يعرفوش ان انا عندي ما عنديش مانع. انا يعني الاخوان كان اصلا ما عندهاش مانع تترك الامر الى 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 الى, إلى نهايته كلها شهرين ثلاثه، انما لما تشوف ان هناك من يريد ان يجعل اكثر سوءا مما هي عليه متعمدا، انتبه لحضرتك، مش يقولوا اخوانا يا اخوانا الشعب يقول لنا لازم تدخلهم وتشيل الحمل، هو شيل الحمل ده سهل يا خير؟ ده شيل الحمل شديد شديد. حضرتك قال الكلام ده شديد الوطأة، وعايز اعرضه عليك، بس عايز اسال سؤال للي بيتفرجوا علينا دلوقتي، هيسالوني سؤال غريب قوي، يقولوا لي فضيلة المرشد العام السابق بيتكلم عن المجلس العسكري والجيش بكل احترام واجلال، ويثق ولاخر لحظة ويثق في ان هذا المجلس محبا لهذا الوطن وحريص عليه. نعم. حتى ولو كانت هناك اخطاء. نعم. نعم. وترجع حضرتك تكلمني عن حكومة فيها فساد وإفساد متعمد. نعم. لإهلاك من سيأتي بعده. نعم. وأن البرلمان بما يمثله من أغلبية من جماعة الإخوان المسلمين والسيد المرشد العام يطلع يتحدث في هذا وعن كلام مبشر المجلس العسكري ويقول لهم في فساد وفي خطر، المجلس العسكري يقول لهم لا الحكومة باقية ومش هنفذ الإرادة الشعبية. لا استنى. إيه الهدف؟ المجلس اعترف بأن أداء الحكومة لا يرضي كثير من الناس. نعم. ولكن هو شايف لا يشكك فيها ولا في أخلاقياتها. ولكنه هو شايف أن وجودها يعني دلوقتي ضرورة، هذا رأيه. نعم. ونحترم رأيه. بس لازم نحن نتفاهم معاه، نقول له لا خد بالك أنت المسؤول الأول عن أي فساد، وأنت المسؤول الأول عن أي تدهور. نعم. لأن مش الحكومة المسؤولة، ده المجلس العسكري المسؤول. يجب علي أن أنا أتفاهم معه. وأقول ما أحبش جرايد أنا. ما أحبش أتكلم في الجرايد أو لا. دول يعني يجب نحافظ على كانهم ونحافظ على قدرهم. ما ليه الجماعة ما عملتش كده؟ ما بتعمل. طلعت بيانات حادة جدا تجاه المجلس العسكري. ولا حادة ولا بتاع. يعني هي من تعرف البيانات ديت من شدة ضغط الناس عليهم. انت مش من شدة غضب من المجلس العسكري؟ لا لا شدة ضغط يعني لما اقول له ولو استدعى الامر الى ثورة اخرى هقول لك الحكاية معلش معلش في الشارع شوف من حق يقول لهم كده. نعم. انما ضغط الشعب على الاخوان خطير جدا. ضغط الشعب على مجلس الشعب، انت عملتوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ طب ما هو مجلس الشعب اصله محكوم بلوائح وقوانين. مجلس الشعب مهمته التشريع، مهمه الشعب مهمته مراقبه الحكومه. نعم. فلما بيشرع وبيقول للحكومه كذا الحكومه بتنفذ. وانا ما بتنفذش ليه؟ انا مقدر، انا كراجل عجوز مقدر، انما في الناس ما بتقدرش. نعم. انتبه لحضرتك، انا عارف المشاكل كثيره، بس يجب الا نتطاول على الشعب. نعم. الشعب هو الأصل، وكما شكرت المجلس أنه انحاز للشعب، وأعتقد أنه سينحاز للشعب إلى آخر لحظة. هل كان هناك اتفاق ما منذ البداية ما بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين على تسيير مستقبل مصر في المرحلة الانتقالية؟ لا يا حبيبي، هو كله زي أي فئة وزي أي حزب،
بيتعامل المجلس العسكري معانا مع الأحزاب. خدت بال هذا؟ يعني صحيح، يعني أنا شخصيا يعني باخذ على المجلس العسكري أنه استمع لهذه القلة في كثير من الأحيان. سبحان الله. نعم. يقولون أنه لا. نأخذ على المجلس العسكري لا 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 أنه استمع على الإخوان المسلمين على حساب كل إخوة. أبدا، بالعكس. سنذهب إلى أدلة. يا لا حبيبي، نعم. إحنا كإخوان مسلمين بنسعى إلى لم الشمل وإلى انتهاء الفترة الانتقالية، والحمد لله تم أهم حاجة فيها، تم انتخاب النقابات وتم انتخاب الجامعات ومجلس الشعب ومجلس الشورى والأحزاب. أهم شيء دي مركائز الأساسية، فضل الدستور. ها؟ نعم. لما ينتهي الدستور تبقى مؤسسات الدولة استكملت. الرئيس ده بقى أي واحد يختاره الشعب، ما يهمنيش، لأن الدستور بيحدد اختصاصات رئيس الجمهورية. ها؟ نعم. فيعني أنا مش قلق، أنا واثق بأن الفترة ستنتهي. أنا بتحدث مرة أخرى عن الاتفاقات والخلافات التي وصلت الآن. نعم. شهر العسل ما بين الإخوان المسلمين وما زال العسكري. وما زال. حضرتك دلالات البيانات التي خرجت من المجلس العسكري والتي خرجت من الإخوان المسلمين، ودعني أبدأ من البداية هتسمح لي برحابة صدرك، وحضرتك من الشخصيات اللي ما تعرفش تخفي بتقول. البعض يرى أن ويقول أن هناك علاقة ما نشأت ما بين المجلس العسكري والإخوان بعد الثورة، عندما أيقن المجلس العسكري أن الإخوان هم قاعدة جماهيرية وأصبحت أقدامهم ثابتة على الأرض، وكان المقابل لتنظيم المرحلة وتوزيع الأدوار أن هناك بعض الاتصالات والتسجيلات والمتابعات التي تشير إلى أن المجلس، أن الإخوان المسلمين استعانوا بحماس وبحزب الله، وهناك بعض المقبوض عليهم أيضا من الخارج موجودين لدى المجلس العسكري. لذا كان الاتفاق منذ البداية أن أحمي وجودك وأن تحمي. أنا عاوز أدخل حماس إيه وحزب الله فيما بين المجلس وبين الإخوان؟ الذي قيل، والذي قيل في بعض الشهادات أمام القضاء، أن كان هناك اتصالات ما بين الإخوان المسلمين وما بين حماس أثناء الثورة، ودول دخلوا مصر قبل يوم 28، وده قاله السيد عمر سليمان في شهادته أمام المحكمة، وأيضا مع حزب الله، والدليل على ذلك هو الهجوم على السجون. ولدى المجلس العسكري ما يشير لأن الإخوان لهم علاقة بالهجوم على السجون، رغم أن حضرتك أدنت الهجوم واعتبرت وأشرت إلى الداخلية في ذلك. هذا كلام، نعم، الصحافة، كلام مغرضين، كلام لا يستطيع إنسان. ده ما حضر المحكمة يا فندم، محاسبنا المحكمة، الصحافة سلها يا صحافة. نعم. دي كلام صحافة، خدت بال حضرتك؟ نعم. ده كلام صحافة لا أحترمه ولا أعتبره، حتى الإخوان، حتى ولو قالوا مسؤولين موجودين. الإخوان بالنسبة كلام عمر سليمان، هخبص على كلام عمر سليمان، هو قاله في المحكمة وغيره. يقول نعم، ما بقوله وكل مسؤول الداخلية. استنى بس، نعم. أنا مش عاوز أخرج بتفاهات. هذا إنسان عمر سليمان وغيره، دول مع الفرقة اللي مشيت، تمام. كل كلامهم عندي غير محترم، خدت بال حضرتك؟ تمام. يقولوا ما شاءوا، ولا وأربأ بأي إنسان أن يكرر كلامهم، خدت بالك؟ لأن الواقع ما يكرروش، يعرضوا على الأقل عشان يسمع رأي الآخر. لا 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 لا، ده هو في ناس بتتعمد إثارته عشان يعني يقولوا للناس إن في كذا، يعلق. لا يا حبيبي، يا مش ما أقول لك حكاية، من قال هذا فهو كذاب. نعم. خدت بالك؟ في محكمة، في غير محكمة، فهو كذاب. الإخوان وحماس شيء واحد، تعرف نحن إخوان وهم إخوان. نعم. إنما ولله الحمد حماس احترامها لمصر ولكل شيء في مصر شيء لا يوجد مثيله على مستوى العالم، خدت بالك؟ نعم. قوم أصحاب خلق وأصحاب دين وأحساب احترام لمصر، فمن قال هذا فهو كذاب. نعم. بالنسبة لحزب الله، أي حزب الله؟ إحنا مالنا من حزب الله؟ حزب الله جاي يساعد الإخوان في مصر، هيساعدهم في إيه؟ حتى السؤال، هيساعدهم في إيه؟ ده ثورة قائمة بشعب أثبت أنه أرقى شعوب الدنيا، 18 يوم يا أخ خيري. نعم. فيه كل أطياف الشعب. هذا هو شعب مصر بأخلاقه وقيمه ومبادئه وحبه وأخلاقه وتعاونه، هذا هو شعب مصر. 18 يوم حتى زال الكابوس، مش كده برضو؟ تمام. من قال غير ذلك؟
فهو كذاب. طيب وصلنا للإعلان الدستوري، واتعمل إعلان دستوري رأى البعض أنه يخدم الإخوان المسلمين ولا يخدم القوى السياسية ولا التغيير في مصر، فاعتبروا أن المجلس العسكري منحاز للإخوان. أنا أريد أن أصل للنهاية، لا أستطيع. ماشي نعم. انحاز للإخوان. نعم. طيب خلاص انحاز للإخوان. استنى بس. أي. أنت الآن دلوقتي تقول الإخوان هي لها الأغلبية والشعب، شعب معها، فهو انحاز للشعب. فليكن. تمام. الانقسام الآن في اختلاف الرؤى، فتصبح المسائل اللغة التهديدية. هل يا ترى، أنا ببحث عن إجابة، كان هناك اتفاق على رئيس توافقي بالفعل ما بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، وهل هذا الشخص هو السيد منصور حسن بالفعل ثم الإخوان المسلمين حبيبي هذا قرروا، نعم حبيبي، قرروا تغيير موقفهم من المرشح الرئاسة مما أدى إلى انسحاب السيد منصور حسن وغضب المجلس العسكري؟ لا. هل لهذا أصل؟ لا أصل له. نعم. ولا وجود لهذه الاتفاقات. الإخوان المسلمين أول يوم أعلنوا أنهم لن يرشحوا أحد الرئاسة، خلاص، حتى اللي رشح نفسه فصلوا. ما كانت الاجتماعات اللي بتتم الاختيار ونحدد من سندعمه في الانتخابات؟ أبدا ما حصلش، لم يحدث هذا إطلاقا. إحنا قاعدين لغاية ما يعلنوا. أنت عندك 1000 واحد مترشح الرئاسة؟ نعم. سحبوا الأوراق. نعم. سألوا. أما نيجي كلهم أربعة، أما نشوف مين اللي هيبقى ترشح، وبعدين نقعد نفكر. يعني في جماعة، أظن الجماعة الشرعية ومع نور، عاملين رشحوا السيد حازم أبو سمعان. لا ما رشحوش، ده بيقول عاوزين رئيس توافقي. نعم. بيعملين يبحثوا مع الرئاسة نختار واحد من الإسلاميين. ها، كل ده لسه على الترابيزة. لا، علماء السلفية أعلنوا حزم. لا لا لا، نفوة تاني، نفوة. شوف بقول لحضرتك، نفوا الكلام ده كله. إحنا هم بيقولوا إن إحنا في طريقنا محاولة لاختيار رئيس توافقي من بين الإسلاميين. نعم. وأنا كنت بقول لهم خدمة وسعها شوي. أنتوا كان رأي الجماعة من البداية وسعوها شوي، إسلامي ولكن مسلم. وسعوها شوي، مسلم وخلاص. نعم. أنت بقى حضرتك بس مش راضين يوسعوها. ما ليش دعوة، بس أنا ده كلام. نعم. بنقوله. ده وجهة نظر حضرتك نظر. يعني وبعدين الرئيس أيا كان، الله يعينه، الله يعينه، أيا كان، وأيا كان الدستور هيحدد صلاحياته. عايزين الدستور هيحدد صلاحيات الرئيس أكيد، يعني 100%. فضلتك بتقول لي كلام مختلف شوية عن اللي قاله فضيلة المرشد. ماليش دعوة بالمتن، بقول لك المرشد يقول ما يشاء، بحسب المرشد. لا أنا بسأل يا فضيلة. لا، المرشد يقول ما يشاء. أنا سألت حضرتك من يا حبيبي المرشد يقول ما يشاء. أنا قلت الجماعة، كلمتك عن الجماعة، فلان يقول ما يشاء، البلتاجي يقول كل ما يشاء، إنما كلمني أنا. حضرتك بتقول لي أن الجماعة لن يكون لها مرشح رئاسي. بس ده حتى اليوم. حتى اليوم. طرح السيد خيرت الشاطر، المهندس خيرت الشاطر، لا وجود له، ليس له أصل داخل الجماعة. لا أصلها لا جامعة ولا خارج الجماعة. جماعة الإخوان المسلمين لم تتفق أو توافق أو ترشح السيد منصور حسن. وأبد لسه. إذا ما هو سر الخلاف؟ أنا عارف. مع المجلس العسكري. ما أنت ده، أنت بتخبط بتعملوه. أنتم. إحنا ما عملناش حاجة يا فندم، إحنا بنديل البيانات وأنا قاعد أشتغل والله يا فندم. أصل أنتوا بتشكلوا. هو إحنا اللي بنطلع البيانات. أنا بس أقول لك حكاية. ما هو زمان ده الإخوان مطلعين بيانين في يومين. سابوا بيان المجلس العسكري ومسكوا في حتة. شوف يا حبيبي، مش أنتوا بس، بقول لك العالم كله. نعم. أنا عاوز أقول حاجة. إحنا دلوقتي بنتناقش. نعم. خدت بال حضرتك، وأنت بتقول اللي عندك، وأنا بقول اللي عندي. خدت بال حضرتك. والشعب يحكم، والشعب يرى. نعم. ويسمع. هذا الشعب العظيم. نعم. الذي قام بثورته ولا يدعي أحد أنه صاحبها. نعم. إنما الشعب كله صاحبها بعناية ربانية. خدت بال حضرتك، كلنا بنعمل سوا. من أراد أن يتجاوب ويعمل مرحبا به. أنا هقول لك حاجة يا خيري، من أول يوم وكل يوم فئة مش عارف إيه وإيه ومطالب فئوية. قلت لهم يا ناس مرحبا بكم، نعم مظلومين، كل هذه الفئات مظلومة ولها حقوق. ألا يقدر في هذا الوقت الذي لا يملك رئيس وزراء ولا حد أن يحقق شيء يسجل هذه الحقوق ونعطيها لمن يستطيع أن يحقق أمالهم ونروح لشغلنا؟ مش ده العقل والمنطق وحب مصر يقتضي منا أن كل واحد ينصرف إلى عمله؟ بس نسجل هذه المظالم لكل فئة وآمالهم نسجلها
ثم بعد ذلك حينما يأتي الوقت الذي يكون هناك رئيس وزراء صاحب قرار نقول له تفضل بقى هذه الفئات هي أرجوكم أن تحققوا هذا. وعلى فكرة هذا ليس صعبا يا أخي بخيري، الأموال التي تهدر بغير وجه حق كفيلة بأن تحقق أمال هؤلاء. نعم. بس فأنا عاوز أقول ما شفتش أنا حد من الصحافة، ما شفتش أنا حد من الناس بيقول لك إخواننا اللي بالفئوية اللي هم الفئوية دول يا ناس لا ما يصحش. والله بنقول لهم كتير سنت مالك لا بس ما وشش كلامنا يعني. معلش على أي الأحوال هذا نداء مني لكل فئات الشعب ولكل أصحاب مظالم عليهم أن يجهزوها ويناقشوها ويقدموها لتحقيقها لمن يستطيع تحقيقها. طيب سؤالي الأخير في هذا الملف، في تصريح سابق لحضرتك في جريدة الشروق نسب إليك، خلينا عشان ما أقولش قلت، إن الإخوان المسلمين لا يمكن أن يتولوا السلطة في هذه الظروف لأن هذا يعني بين قوسين إني بجيب بلاء جديد على مصر، أما حينما تنهض مصر جيشا وتعليما واقتصادا فسنحكم مصر. ده كان على الرئيس مش على الحكم، كان بيسأل على ليه ما بترشحوش رئيس. نعم. قلت له ما بنرشح رئيس لمصلحة مصر، ما بنرشحش رئيس لمصلحة مصر. نعم. لأن رئيس مصر في هذه الظروف يجب أن يتصف بصفات عالمية ومحلية. نعم. لأن في حالة ترشيح الإخوان لشخص من الإخوان معناها أن احنا بنجر بلاء كبير على البلد، لأن العالم كله بيحارب الإخوان حتى اليوم حتى الساعة. نعم. فلما اجدلهم وجه تاني بعيد عن الإخوان، خلي الإخوان تعمل في بناء الأمة، وبعدين الرئيس الفلاني ده بيتعامل مع الناس كل حسب إيه هواه. نعم. فأنا أصلا أنتم مش عارفين الرئيس عباوة إيه. السياسة الخارجية ليست سهلة يا خيري. نعم. والضغوط الخطيرة من الغرب والشرق والعرب أخطر، وإسرائيل جنبنا. نعم. وفيه تقاليد وفيه زي ما بيقولوا لي هتعملوا إيه في جنب ديفيد، قلت ليها مرفوضة عندنا شكلا وموضوعا. نعم. ولكننا دولة تحترم المعاهدات وتحترم الاتفاقات، وأي واحد عنده يريد أن يتحدث عن هذه الاتفاقية ليس الإخوان المسلمين، مع أننا بنرفضها، ولكن مجلس الشعب هو نعم. الذي يرفضها أو يقبلها أو يعدلها. نعم. هذا كان ردي. ليه؟ لأننا أعلم أن مركز الرئاسة ليس سهلا. مركز الرئاسة مش الرئاسة فقط، يعني حضرتك شايف أن الإخوان دلوقتي الأفضل أنهم ياخدوا الحكومة، ياخدوا البرلمان، ياخدوا الشورى، ينهضوا بالمجلوة، ينهضوا بالبلد، ينهضوا باقتصادها، ينهضوا بأمنها، يقضوا بتعليمها بسياحي، هذا شغلهم الآن. نعم. يعني تصرفوا إلى هذا. أما الرئاسة نسيبه يلعب مع الإيه، مع اللعيبة اللي بالداخل والخارج، هو يلعب معهم. نعم. نعم. إذن وضحت الرؤية؟ طبعا. بقي أصل خد بالك الكلام ده، أنا كنت في سويسرا. نعم. ولقيت الصحافة السورية جايبة الكلام ده، بس إن إحنا مع حد عاكف يقول إذا حكمنا مصر فإيه نلغي الاستبداد، يعني ايه ايه اللفظ عنده، يعني حاجه سيئه لمصر يعني. نعم. يبقى امامي ملف الرئاسه وملف الاستهداف الخارجي والازمات التي بدات تنشا بسبب تصريحات بين مصر والامارات او جماعه الاخوان المسلمين والامارات، الدكتور عبد المنعم ابو فتوح وموقف جماعه الاخوان المسلمين منه، رغم الاشارات الطيبه من رموز اخوانيه تجاه دكتور عبد المنعم، هي اشارات متبادله. بعد الفصل ان شاء الله.